سبحان مغير الأحوال، كرة القدم دي لعبة بتقلب عليك في ثانية وتحولك من بطل لمتهم، وده اللي حصل مع أبل زافير مدافع البرتغال. منتخب البرتغال اللي كسر الدنيا في يورو 2000 دخل ماتش فرنسا بطل العالم في نص النهائي وعينه على الكاس. كل منتخب فضل يضغط ويضيع في الفرص لحد الدقيقة 27 من الشوط الإضافي الثاني. ويلتورد نجم فرنسا سدد الكورة وهي في طريقها للشبكة، جت في إيد أبل زافير اللي كان واقف على خط المرمى وتحولت لضربة ركنية. الحكم جون تاربينكو تشاور مع مساعده، وفي النهاية تسبب الأخير في احتساب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا بسبب لمسة يد على زافير. الدنيا ولعت وخلع لويس فيجو قميصه للاعتراض ونونو جوميز اتطرد، أما زافير فنزل على الحكم النمساوي بكل أنواع الشتايم. زيدان سجل ركلة الجزاء وودعت البرتغال البطولة. بعد نهاية البطولة اتوقف زافير 9 شهور بتهمة الإساءة للحكم، وتخففت بعد كده ل6 شهور. السؤال بقى، لو الفار كان موجود وقتها كانت حصلت الأزمة دي كلها؟